قبل عدة أيام انفردت معاكم هنا ب خبر انتقال حمد النقاز إلى نادي أهل جدة، وقلت إن الخبر ده يتم خلال الأيام القليلة المقبلة. عدد كبير جدا ما كانش مصدق هذا الخبر، وقالوا لي إزاي أنكر الخبر ده يتم في وقت فيه ما فيش فيه انتقالات في المملكة العربية السعودية والدوري السعودي. ونحيي الشعب السعودي على شراء نيوكاسل برضو أصبح سعودي، هنشوف فيه شغل كويس جدا جدا في الفترة اللي جاية. فكله قال لي ازاي يا انكل هيبقى في لعيب حمد النقاز يروح السعوديه؟ ادعي له بس انه يروح بيبسي ولا شيبسي ولا اي حاجه. بسم الله. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالوا ازاي يعني حمد النقاز هيروح كده الدوري السعودي وانت يعني الدوري السعودي القيد انت؟ قلت لهم يا جماعة الخير ان الدوري السعودي فيه قاعدة جميلة جدا وقاعدة عظيمة جدا، وهي ان لو في لعيب مصاب اصابة طويلة الامد بيؤدي الى انك انت الاتحاد السعودي بيمنحك احقية انك تستبدل واحد عنده رباط صليبي وهيغيب 6 شهور ولا 9 شهور. القاعدة للكل شرط موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. معلش حقكم علي. هعمل ايه في البس؟ طيب نغير الراوتر ده. الراوتر ده ما بيدفع له رقم والله. والناس هنا المهندس محمد فتحي في سنترال مصر الجديدة عامل شغل جامد، هو وحسين والاستاذ محمد سامي وكل الدنيا. نعمل ايه تاني يعني؟ طب اهو اللي شايف ان البث مش كويس على نجم الجماهير اعمل ايه بس؟ خليني في الكوره. حاضر يا عم، حاضر والله، خليني في الكوره. وانا رايح لحاجه غير الكوره؟ واحنا ورانا حاجه غير الكوره؟ صلي على حبيبك سيدنا النبي. جاي من عزا، جيت من اسكندريه وجيت حضرت عزا. المهم عزا والدة زوجة هاني بيه العتال نائب رئيس نادي الزمالك. فبتبقى الأجواء بقى كده يعني. صلى على حبيبك سيدنا النبي. قبل عدة أيام تحدثت معكم عن حمد النقاز وانتقاله إلى أهل جد. كان الحديث أنذاك ضربا من الخيال لا يتوقعه القاسي أو الداني. كله قال يا أنكل ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يعني اقول كلام يعقل يا انكل. قلت لكم لا والله، ده الكلام اللي جاي لي من مصدر مهم جدا من المسؤولين في نادي الزمالك. ثم اعلنت عن ان حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك ابلغني بان الصفقه في طريقها للانتهاء، والكلام ده امبارح في لايف الصباح. ثم صمت الجميع لدرجه ان انا اعتقدت ان الصفقه ماتت، وان انتقال حمد النقاز الى الدوري السعودي بات ضربا من المستحيل، وان مصدري طلع فنكوش. لكن تاكدت اليوم من عده مصادر، هي حسين بيه لبيب وحسين بيه السمري وحازم فتوح وكيل اللعب كام ده صباحا، ان صفقه حمد النقاز تتم الان، وان حمد النقاز سيكون في تدريبات اهل جده يوم الثلاثاء المقبل باذن الله تعالى. فتم ده، واصبح دلوقتي الموضوع حديث الدنيا بحاله، لدرجه ان نادي اهلي جده اعلن على صفحته على السوشيال ميديا عن انضمام حمد النقاز رسميا. في الحاله دي انا بكون في حاله من الانشكاح، في حاله من الانشكاح الليمفاوي. تلاقي كده في حاله انشكاح ليمفاوي عندك تخليك تقول الله، ده انت اجتهادك بيجي بنتيجه يا حاج معاط. اهو محمد التركي منورني، اهلا وسهلا. اهو ده حمد النقاز. ليه بقول كده؟ لان انضمام حمد النقاز اثار غضب جماهير الزمالك، وادى الى تنازل حمد النقاز عن قضيه $1,350,000، وهدات الاوضاع في هذا الجانب. ثم تم الحكم لنادي الزمالك في هذه القضيه $1,350,000. فالناس قالوا طب انتوا جبتوا له ايه؟
فيجي النهارده حمد النقاز لا يجي الزمالك يخسر قضيه القيد، اجت له اقول له ده حمد النقاز راح السعوديه. فالنهارده اداره اهلي جده اعلنت انهت اداره النادي الاهلي اجراءات التعاقد مع الظهير الايمن الدولي التونسي حمد النقاز 28 عاما لتدعيم صفوف الفريق القروي الاول بالنادي حتى نهايه الموسم القروي الحالي. خلي بالك في الثلاث كلمات اللي جايين، في صفقه انتقال حر، في صفقه انتقال حر، في صفقه انتقال حر، في صفقه انتقال حر، ماشي. هنا انتقال حر دي لازم نقف عندها. كنت انا واخويا عبد الناصر زيدان اختلفنا اول امبارح على التلات لعيبه مصيرهم ايه، وقلنا ان الاهلي كان زمان بيعمل حاجه اسمها العقد الثلاثي بينه وبين اي لاعب بيبقى زياده عن القايمه وهيوديه اي نادي يقعد عنده لنهايه الموسم. العقد الثلاثي ده حسين بيلبيب رئيس نادي الزمالك شخصيا اكد له انه هيتم في صفقه حمد النقاص. النهارده في صفقه حمد النقاص فيها اسرار عديده، اهم الاسرار كيفيه الانتقال، وهو لاعب غير مقيد في قائمه الاتحاد المصري لكره القدم. قالوا ان هم عملوا عقد ثلاثي يلتزم بموجبه اهلي جده باعاده اللاعب في نهايه العام. الامر الاخر اللعيب خد فلوس من نادي الزمالك، قيل انهم 350 الف دولار وقيل 450 الف دولار، ولاننا في نادي يعج بالمخالفات الماليه والاداريه والاسرار الخفيه اخفى المسؤولين في نادي الزمالك الرقم الحقيقي ولم يقل اي منهم هذا الامر. فالنهارده الصفقه تمت كانتقال حر. قيل بقى ان اللاعب موقع ورق مع نادي الزمالك يحفظ للزمالك حقوقه، وقيل ان هو موقعش. اللي هي ايه مكسب الزمالك، ايه مكسب الزمالك من الصفقه وايه عيبه؟ مكسب الزمالك من الصفقه هو تنازل اللاعب عن قضيته مع نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكره القدم، لان كان في احتماليه ان هو يكسب لو ما تنازلش. اتنين، مكسب الزمالك من الصفقه لو اللاعب قام برد المبالغ الماليه التي حصل عليها لنادي الزمالك، لو رد الفلوس يبقى مكسب للزمالك. ليه؟ لان اللاعب في حاله غضب جماهيري كبيره ضد انضمام حمد النقاص لنادي الزمالك، حاله غضب جماهيري رهيبه ضد انضمام حمد النقاص لنادي الزمالك. فانت تبقى خلصت من حمد النقاص وخدت فلوسك، خلصت من حمد النقاص وخدت فلوسك، وفي نفس الوقت جمهورك يبقى فرحان، ما يبقاش زعلان ان جبت الهارب حمد النقاص. لكن نيجي بقى للاداره للنادي. النادي النهارده قال لك ان هو النادي الزمالك قال لك اللاعب قام بسداد ما حصل عليه من مبالغ ماليه. لازم كده تشم ريحه غريبه في موافقه اللاعب على الانضمام لاهلي جد وعلى سداد الفلوس، سد ولا ما سددش؟ اي حد بيكلمك يقول لك اه سد، بس ما تقولش ان انا قلت لك. بيزعلوا لما انا اقول فلان قال لي. طب انا النهارده عاوز اكد لاحبابي واصدقائي في على المتابعين ليا ايه اللي حصل، ما اقولهمش؟ لا، لازم اقول لهم. طب لازم اقول له طبعا ايه اللي حصل وايه اللي جرى وايه اللي تم، لازم اقول له. ما هو بيتابعني ليه، مش لازم اقول له؟ فقال لي لا ده والنبي ما تقول. قلت له هقول فلان اللي قال لي. قال لا والنبي المعلومه دي بالذات ما تقولش. فأدركت أن هناك أمرا مريبا في سداد حمد النقاز للفلوس. سدد الفلوس، اطلع أقول أنه سدد الفلوس على الرأي العام. لو سدد الفلوس ومشي كلاعب حر أنت الكسبان. ليه أنت الكسبان؟ ما أنت خلاص خليته تنزل عن القضية، وأنت كسبت القضية بعدها بكم يوم، وهو راح أهل جدة وجمهورك مش عاوزه، يبقى أنت خلصت منه، يبقى أنت خلصت منه. لكن محدش عاوز يقول